مدربين، يعني تحدث عن يمكن 5 6 مواسم يمكن ما سمعنا الا يعني عن 3 مدربين، سيريزو بعد ذلك ايضا بوناميجو، الان باكيتا سريع على الاماميه تنحط، الله برازيليه ولكن بنهايه ارجنتينيه رائعه كانت من اللاعب الارجنتيني هيريرا في لعبه جميله وفي هدف اول يسجل لمصلحه فريق الشباب او مصلحه فريق الامارات في الدقيقه 15 من عمر المباراه. لعبه حلوه حقيقه، بذل فيها ايضا هنريكي مجهود، لكن بعد ذلك اللاعب هيريرا بطريقه فنيه وبلعبه الكبار ايضا يحط الكره بكعبه في مرمى الحارس اسماعيل ربيع يسجل اول اهداف المباراه. 1 الان الامارات لا شيء. فريق هذه عاد الكره الماضيه ما بين ادلسون وما بين الحسن صالح، كان في ايضا شد من قبل اللاعب الحسن صالح، قاطع احتسب حكم المباراه لمصلحه فريق الشباب اللي يرغب في معادله النتيجه ويرغب ايضا في العوده للمباراه. عبد الله موسى فيلن ويف على تنفيذ الخطا، لاعب تشيلي فيلن ويفا على تنفيذ الخطا الشبابي القادم، عاليه ملعوبه طويله وراسيه في المرمى، اول اهداف الشباب في كاس المحترفين تاتي عن طريق اللاعب والهدف ادغار في الدقيقه 20 من عمر المباراه. 1 الشباب فاز على الشارجه 2-1، خسر من الجزيره 4-2، فاز على الوصل 3-1 وخسر من الشعب 2-1 ليفوز بعد ذلك على عجمان في اخر الجولات 3-1. اماميه ملعوبه الى ادغار، حاول يتقدم، ضغط عليه اكثر من لاعب، يعطيه مبدا تحت الفرصه حكم المباراه الى ادغار، تسديد، الله ادغار يتقدم للشباب للمره الاولى في كاس المحترفين في الدقيقه 67. هدف جميل كان من اللاعب ادغار في اللقطه الماضيه بلعبه ايضا ومفاجاه ايضا كانت لحارس المرمى الحارس عبد الله ما تم تقسيم الفرق على 3 نقاط، الاولى كان فيها الوحده والعين والنصر والقوه والشعب، الثانيه كان فيها الجزيره والوصل والطفره والناس والاتحاد الكلمه، والثالثه كان فيها الشباب وعجمان والاهلي وكبر الجيران. الشباب خسر 2-1، الوحده خسر الجزيره 2-1، وفي النهايه فاز عجمان على الجزيره بهدفين مقابل هدف خطير. هذه ناصر ممكن تسديده، الله هدف ثالث للجوارح ياتي عن طريق اللاعب البديل ناصر مسعود بتسديده ايضا كانت من خارج منطقه الجزاء ليسجل هدف ثالث للجوارح. 3 الشباب في تحول ايضا كانوا